أهلا بطلبة المرحلة الأولى في كلية الصيدلة في جامعة ذي قار. أتمنى الجميع يكون بخير. اليوم نأخذ البارت الثاني من شابتر 3. إحنا أخذنا البارت الأول شابتر الهيت إنرجي and the first law of thermodynamics. هذا البارت عندنا موضوع الميكانيكال فورمز أوف ورك، الصيغة الميكانيكية للشغل. الصيغة الأولى moving boundary work، تكون بالإكسبانشن أو كمبريشن via piston، تتمثل بالتوسع والضغط داخل المكبس اللي يمثل هذا الشكل. So المعادلة مالتها تبدأ من ال work of boundaries equal integration PDV، تكامل ال PDV. ال P الضغط يعتبر ثابت داخل المكبس يطلع برا، وال DV هو تغير الحجم، هذا يتغير. بعدين من نسخ التكامل ال DV يصير بهالشكل WP V2 minus V1. هذا ال V2 هذا ال V1، فيتحرك المكبس الجوه، فهذا التكامل يمثل المساحة تحت المنحنى، هذا تمثل الشغل. The area under the process curve PV diagram represent the boundary work، تمثل شغل الحدود. In case of WB for an ideal gas، إذا كانت الشغل يمثل يعني لغاز مثالي راح يكون بهالشكل. عندنا القانون الغاز المثالي الرئيسي PV NRT، فنأخذ P نعوضه بالقانون السابق، فيصير integration NRT over V DV، فيطلع هذا الجزء الثابت NRT، يبقى DV over V، يصير التكامل يتحول إلى لين المعادلة الأسية. إن شاء الله نشرحها بالأمثلة. النوع الثاني من الميكانيكال فورمز اللي هو روتيشنال وورك، الشغل الدوراني. عندنا T was a torque، العزم الدوراني، مثل الفورس multiplied by R أو القوة في ذراع، هذا تذكره مخذيات بالإعدادية. فالقوة تمثل، بما أن عندنا الشغل قوة في الإزاحة، فنأخذ القوة منا نعوضها، والإزاحة تمثل هاي هنا تكون بما أنه دائرة، فمحيط الدائرة 2R 2pi R، والآن عدد الدورات. فيكون القانون النهائي W equal force multiplied by distance ويساوي 2pi N multiplied by T. أوكي، لأن يعني R راحت مع هاي R، فهذا يمثل الشافت work. النوع الثالث spring work، الشغل النابض. It is common knowledge that when a force is applied on a spring the length of the spring changes. هذا من الأشياء الشائعة، إنه السبرينج من نسلط قوة عليه، نطبق قوة عليه، الطول مالته يزداد أو يتغير. Okay. When the length of the spring changes by differential amount، من يتغير طول النابض من خلال كمية تفاضلية dx under the influence of force، من خلال بعد تأثير القوة، فيكون الشغل بهالصيغة ال work of spring equal f dx. ال f القوة وال dx هو المتغير، هذا مثل متغير الإزاحة هاي، أو مثل الطول هنا مثل بين السبرينج. So الاف عندنا بالاصل هو كي اكس، الكي مثل الكونستانت ثابت، فنعوض هنا القوه كي اكس دي اكس انتجريشن، يطلع بهالشكل هذا انتجريشن برنا القانون كامل. عندنا موضوع الباور اللي مثل يعني الانرجي كونسبشن باي ورك اور ورك ريت دان باي انترنال بودي اكتيفيتي، فيكون الشغل هو مثل الطاقة المبذولة أو الشغل اللي يتم من خلال جسم خارجي. فنفس الشيء عندنا قوانين السيستم انترناشنال يونتس، الوحدات الدولية، أنه القدرة تقاس بالواط، والقدرة تمثل التغير بالشغل على الزمن. فنعوض الشغل بالموضوع السابق بالنسبة لل FX، يعني القوة الشغل يمثل القوة في الإزاحة، تمام؟ فالتغير في الإزاحة باعتبار قوة ثابتة، دلتا X دلتا T equal velocity سرعة، فيصير الباور القوة في السرعة، تمام؟
وهذا العناوين أو الشروحات على الرموز. عندنا موضوع الهيت أبليكيشنز، تطبيقات الحرارة. فالموضوع الأول evaporation. evaporation يمثل التبخر، will use to eliminate excess moisture, providing an easily handled product and improving product stability. فيمثل إزالة الرطوبة الزائدة، يعني operation التبخر تطبيقه يعني يعتبر هو إزالة الرطوبة الزائدة حتى يقدم an easily handled product، يقدم منتج سهل التعامل معه أو حمله، and improving product stability، يحسن استقرارية البرودكت أو المنتج. أوكي. وعندنا الهيت أوف vaporization، حرارة التبخير. التبخير يختلف عن التبخر. التبخير amount of heat needed to transform a specific amount of substance، هو الكمية اللي نحتاجها حتى نحول كمية محددة من مادة من سائلة إلى غازية. أوكي. Typically the amount، تمثل هي بشكل نموذجي إنه the amount of heat added to 1 kilo of liquid، تمثل الكمية الحرارة اللي تضاف لواحد كيلوغرام من المائع، to vaporize it، يعني حتى نبخره. بنفس الوقت هي تمثل، يعني هذا الشيء القياس تمثل the heat removed from 1 kilogram of gas to condense it، تمثل نفس الوقت الحرارة اللي نزيلها من 1 كيلوغرام حتى نكثفه أو نبرده بصورة أخرى. فالكيو عندنا الهيت تمثل الماس multiply by heat of vaporization اللي هو ال LV. فهذا عندنا القانون، كتلة في LV، وال LV بلاتت energy of water which is هاي قيمتها، وتساوي الهيت of هاي بالنسبة لل 1 كيلوغرام of water إذا كانت water liquid. أوكي. الفرق بين vaporization وال evaporization، التبخير والتبخر. التبخير it can change the state of matter from solid or liquid to gas، يعني solid إذا كان ثلج مثلا، وliquid إذا كان water، إذا gas، فهذا هي التغير في حالة المادة. evaporation liquid state of matter is turned directly to gas. وهنا عندنا فد مثال بسيط، هذا يمثل الvaporization، نوع الأول تغير حالة المادة. من vaporization is the change of state when water turned into a gas، نفس الكلام، from when heat is being applied، عندما تسلط حرارة على هذا. يعني بالvaporization لازم تكون حرارة مسلطة. It changes the surface and occurs at the boiling point. والvaporization يحدث عندما تكون في درجة حرارة الغليان. تمام؟ عندما يوصل الحرارة إلى نقطة الغليان راح يبدي تبخير. التبخر when water turned into a gas from and doesn't need heat، يعني من الماء يتحول إلى غاز بس ما يحتاج حرارة، اللي هي مثلاً حرارة الغليان to perform حتى ينجز هذا الشيء. It only changes state of matter at the surface of the liquid، تتغير بهالمكان هذا على السطح only، مو مثل vaporization. Evaporation على السطح only and occurs below point boiling point، تحصل تحت نقطة الغليان. تمام. التطبيق الآخر distillation. distillation يمثل التقطير، يعني مجرد توضيح إنه التطبيق ما تشون يكون. the drying التجفيف in byproducts like food grains and pharmaceutical like vaccine solvent to be removed is almost invariably water. المنتجات الحيوية مثل الغذاء والمواد الصحية مثل الصيدلانية مثل الفاكسين اللقاحات، إنه عادة هذا السائل اللي ممكن يعني نتخلص من عنده عادة يكون water، سائل الماء يعني. أوكي.
crystallization التبلور is the هذا التطبيق الرابع إذا كان natural or artificial إذا كان طبيعي أو صناعي process by which a solid forms where the atom or molecules are highly organized into a structure known as crystal. فال يعني الذرة أو الجزيئة تكون منظمة بشكل عالي حتى التركيب مالتها يعرف باللورة تمام. Sterilization أو مثل التعقيم refers to any process that eliminates or remove يعني مثل كل العمليات اللي تمحو أو تتخلص من ال kill or kills deactivates all forms sorry all forms of life كل اللي تحتوي على صيغ أو الحياة مثلا الفاجيز البكتيريا فيروسز سبورز فورم وحتى أحاديث الخلايا العضوية تمام. يعني البكتيريا والفطريات والفيروسات والسبورز وكل اللي بيها يعني living cells خلنا نقول أو تحتوي على حياة ممكن تعقيمها أو من خلال التعقيم يتخلص من هاي الأشياء العناصر. Okay. In a specific region في منطقة محددة such as the surface إذا كانت على سطح السوائل أو medication أو الأدوية or into compounds such as biological culture media أو على تكون بشكل culture media بالأوساط الناقلة البيولوجية تمام. انتهى الموضوع الأول من هذا البارت. الموضوع الآخر اللي هو the first law of thermodynamics أيضا موضوع مهم القانون الأول للثيرموديناميك. Although energy can be converted from one form to another بالرغم من أنه الطاقة ممكن تحويلها من صيغة إلى صيغة أخرى it cannot be created or destroyed ما ممكن تخليقها أو تحطيمها. هذا بصورة يعني مبسطة نص القانون الأول للثيرموديناميك. Okay. This statement is completely general and the energy regime هاي يعني مثلا تعتبر صيغة عامة في قوانين الطاقة characteristic of chemical process relatively affected. This is the great conservation of energy conservation of energy principle تمثل مبادئ حفظ الطاقة. Okay. Which is expressed mathematically بالمعادلة التالية مثل المعادلة delta U equal Q minus W والدلتا يو إيكوال يعني thermodynamic energy of system تغير بالطاقة الثيرموديناميكية للنظام والكيو تغير بالحرارة المكتسبة للنظام والدبليو هو الشغل اللي هو الطاقة الضائعة by the loss by the system by doing work on the surrounding حتى يصير عمل على الحدود إذا تذكرنا بالسيستم. فيكون دي يو إيكوال دي كيو ماينس دي دبليو. A state function depends only on the value of the quantity in the initial and final state. فتكون تعتمد وظيفة المعادلة تكون تعتمد على initial and final state على الحالة النهائية والبدائية. تمام؟ يعني كميتها. موضوع الآخر الانثالبي. بالثيرموداينامكس quantity equivalent to the total heat content of a system يعني الكمية اللي تكافئ الحرارة الكلية للنظام it equal to the internal energy تمثل الطاقة الداخلية of the system plus the product of pressure and P and volume تمثل الانثالبي H تمثل الطاقة الداخلية مضاف إلها ال PV البرجر مضروب بالضغط تمام أو الحجم. وهي تعريف الوحدات أو تعريف الرموز. القانون الآخر البويلز لو اللي يمثل inverse proportional relationship between pressure and volume مثل العلاقة النسبية العكسية بين الضغط والحجم at a constant temperature ما تكون درجة حرارة ثابتة a fixed amount of gas. This law came from a mineralization of the ideal gas law
manipulation يعني التلاعب بقانون الغازات الرئيسي or express بصيغة أخرى ممكن تعبير عنا PV1P equal PV2 من ينضرب هذا هيك. This equation would be ideal when working with a problem asking for initial or final value of pressure. هاي المعادلة تكون معادلة مثالية عندما نعمل مع مسائل اللي يكون بها قيمة الضغط أو الفوليوم بدائية ونهائية تكون بصيغة يعني حل لحل يعني هاي المعادلة لحل المسائل اللي بيها ضغط أول ضغط ثاني حجم أول حجم ثاني. Okay. Of certain gas غاز محدد when one of the two factors is missing. عندما يكون واحد من المعامل يعني واحد من عندهم مفقود إذا كان الثاني ممكن نطلعه إذا باقي المعلومين. Charles law describe the directly proportional relationship between volume and temperature. القانون الآخر عندما يصف العلاقة بين الحجم والحرارة علاقة طردية هنا علاقة عكسية والحرارة بالكلفن fix amount of gas الغاز كمية ثابتة من المحددة من الغاز when the pressure is held constant عندما يكون الضغط ثابت تطبق هاي المعادلة. أوكي يعني باب المسألة الضغط ثابت ويعني باقي المعاملات يعني معلومة ممكن نطبق هاي المعادلة. عدنا هنا مثاليا أمثلة بسيطة يعني صراحة مثاليا تمرين يعني تمرين الأول عندما يكون عندنا 1 جرام of water occupied 1 سنتيمتر تكعيب غرام واحد من الماء يحتل 1 سنتيمتر مكعب هذا وهو هذا القياسات المثالية للووتر إذا كان 1 لتر يساوي 1 كيلو في 1 جرام يساوي 1 سنتيمتر تكعيب of size at atmospheric pressure عند ضغط جوي after boiling this amount of water بعد غليانها it transfer to تتحول إلى 67 سنتيمتر مكعب أو vapor تتحول إلى هذا المقدار من البخار. فبهيجي حالة calculate the change in the internal energy أحسب التغيير بالطاقة الداخلية delta U for this process علما أن ال LV معلومة للووتر. إحنا عدنا إذا تذكرون الاستعداد السابق أن قلنا أن delta U equal Q minus W فنطلع كل واحد على حدة ال Q عدنا MLV هم طلعناه قبل قليل وعدنا W والPV إذا كان عدنا الضغط الحجم الأول والنهائي الفاينال والإنيشيال فنطبق هذه المعادلة فيطلع عدنا W 169 والدلتا دلتا يو كيو هاي ناقص هذا الدبليو راح يطلع عندنا الرقم التالي بالجول. تمام. المثال الثاني if another gas expanded at temperature 25 إذا كان عندنا غاز يتمدد بدرجة حرارة 25 من حجم 2 لتر إلى 5 لتر at a constant pressure تحت ضغط ثابت calculate the work done by the gas. هسه هنا نريد نحسب لنا الورك الشغل فعندنا اختيار الأول during expansion خلال التوسع in vacuum إذا كان بالفراغ ال P equal 0 فكل شيء يكون 0 لأن W equal minus V P V 2 minus V 1 واللي يساوي 0 يطلع مضروب بالضغط. عندما يكون الضغط 3 atom فنطبق هذا القانون W equal minus P V 2 minus V 1 ونعوض القيم الموجودة ويطلع عندنا الشغل minus 91.7 جول يعني شغل بالسالب يعني فقدان طاقة. تمام. هنا عندنا there are over 101.3 جول in LIV يعني بالواحد لتر آتوم هذا يمثل الجول يعني حتى نحوله من الجول إلى أو من الآتوم إلى جول ضربنا بهذا المقدار يعني هذا فد ثابت نحتاجه. Thank you. إذا عندكم any question please ask بالجوجل classroom. إن شاء الله تقريبا راح يكون عندنا
كويز للمحاضرات وراح يكون عندنا كتابة التقرير وراح أعطيكم التفاصيل بالجوجل كلاس روم ومحاضرة طريقة كتابة التقرير وطريقة التوبك شو تختاروها إن شاء الله والزمن مالته راح كله من نسولف عنه بالجوجل كلاس روم. شكرا جزيلا. Take care please. Stay home. Have a nice evening.